من اهم المشاكل اللي عند البنات كلهم هي الشعر الزائد. هل في شعر زائد بيكون بكميه طبيعيه وفي شعر زائد بيكون بكميه تحسيها مرض شويه؟ طبعا احنا اوريدي عارفين الاماكن اللي المفروض بيبقى فيها هير اصلا بيبقى فيها شعر زي منطقه المستشفى، ده طبيعي في اي بنوته يبقى عندها، بس طبيعه الشعرايه شكلها ايه؟ ساعات توقيت تلاقي شعرايه سيك قوي، غامقه قوي وتخينه في المنطقه دي، فمديه منظر غريب. تلاقي منطقه التشين المفروض ما يبقاش فيها شعر، ما يبقاش فيها. طب انا اوريدي لو لقيت مليانه شعر او فيها مشاكل، لا ده كده في حاجه مرضيه. طب انا عندي منطقه السوالف خفيفه جدا، ده طبيعي. انما لو المنطقه دي كلها مليانه شعر، لا في حاجه غلط. ده في حاجه غلط. طيب لو انا منطقه الايد او الرجل اوريدي بيبقى فيها، وفي جزء وراثي جدا، في ناس عندهم الشعر الزائد ده اوريدي، هي بشرتها بيضه قوي والشعر غامقه شويه، فاوريدي في شعر. انما امتى اقول انها مرضيه؟ لما الاقي لا شعر شكل الشعرايه نفسها تخين وكتير قوي، زي الولد بالظبط. يعني هي بتبقى الشعره بشعره الولد، بيبقى مشكله. عندي مشكله فين بقى دي؟ ببتدي اطلب منها شويه فحوصات، بيبقى غالبا عندها هرمونال ديستربنس، عندها مشكله في الهرمونات. ببص الاقي فيه بوليسيستيك اوفري، يعني الاقي تكيس حوالين المبايض، هو ده السبب. بقعد اقول لها بصراحه احنا اوريدي هنعمل جلسات ليزر، بس لازم نعالج السبب. احنا اوريدي لما نعمل الجلسات وما عالجناش السبب، الشعر هيستمر في الطلوع. يعني الليزر مش هيمنع ان الشعر ده ما يطلعش؟ طبعا. ما انا اوريدي عندي كوز، انا عندي سبب، عالجته؟ لا ما عالجتوش، فلازم اعالجه. وبناء على العلاج وانا بعالجه ببتدي اعمل كورس الليزر بتاعي من 6 لـ 8 جلسات، وهي بالذات ببقى ليا بارامترز مختلفه عن البيشنت العادي. يعني ايه؟ شعرتها دلوقتي سك ولونها اسمر، فانا دلوقتي ببتدي اظبط الجهاز بطريقه وباور وبالس وفريكوانسي معين عشان خاطر الشعرايه دي. صح كده ولا ايه؟ بالزبط. فكل شعره ليها ظروف، فانا لو لقيت القصه مرضيه لازم اعمل تشيك اب بقى، لازم اعمل شويه انفستيجيشن، لو ما عملتهمش يبقى انا مش شغال صح. اوكي. طيب.